بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وصلنا ولله الحمد والمنة إلى الآداب والأخلاق الإسلامية في هذا المتن المبارك، متن الدروس المهمة لعامة الأمة. نعم. الله إن كان سجنوا بهلا شخيو أهون من قروت يا إسلام عذابنا يا إسلام سرات كلو سدرسنا لو ميلو شخيو. نعم، من يذكر لي آداب أو أخلاق الإسلامية التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم. بسم الله. الصدق. الصدق، وضد الصدق الكذب. نعم. نبياتين بحريات تلقوا بحريات شونة نتنيان تقاران ودمو وشتا. يصدق مع من؟ كمان قارنا ونتنيان نتنيان. يصدق مع الله أولا. كالله قارا يارلو بني من نتحة ونتنيان. في أعماله. وأقوالي واعتقادي بأمنات، ثم يصدق مع عباد الله. كالله باروش قارن يالو ونتهجو ونتنياناتشو. والصدق يهدي إلى البر ونتنيانات ودا ملكام نقري مران، والبر يهدي إلى الجنة ملكام سرا ودا جنة مران، والكذب نسرع في السلامة يهدي للفجور وشتا منات ودى مدخلنات مرال، والفجور يهدي إلى النار مدخلنات ودى سات مرال. فلا بد أن يصدق أولا مع الله، ولهذا ذكرنا أن من شروط لا إله إلا الله الصدق. الذي بلان نطق عليك الله قرا ونتنيا أنتم وانا أسفلاجي اندهونا فلا إله إلا الله مسفرتوش عنده كَوْبَوْنَتْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ لِيْدْ مَأْبَلَانْ تَرْقُمَنَا. النبي عليه الصلاة والسلام هو الصادق الأمين عليه الصلاة والسلام. نعم. نبياتنا عليه الصلاة والسلام ونتنينا تامينا تشو. أبو بكر رضي الله عنه هو صديق هذه الأمة. أبو بكر رضي الله عنه كذي أمة ونتنينا قنقوا وكر صديقناه. أم المؤمنين عائشة هي الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها. النات هاتشين عائشات يا مؤمن واتشنات يا رسولات شين بتلك في المستاتشة ونتنيا النات تتاوك عليك ونتنيا نات. ليلة الإسراء والمعراج نبياتنا عليه الصلاة والسلام كمكة ودى بيت المقدس يتواز قذية، كبيت المقدس ودى سماي يوت قذية. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قريش بأنه ذهب في ليلة إلى المسجد الأقصى ورجع، فكذبوه. نبيات الله قريش بزايا ولليت كمكة ودا بيت المقدس كبيت المقدس ودا سماي درسوا من داتاتو سنقر واستوابراتو، وارتد بعض من أسلم نسأل العافية والسلامة. نعم، بهذا الأمر ارتد عن الإسلام. كافروا دكا ما من تيالاتو بذيك على تاتو كاستمنا فنقتو، فجاءوا إلى أبي بكر رضي الله عنه. ودا أبو بكر صديق بيت مطوم، وقالوا له نحن نضرب أكباد الإبل حتى نصل في شهر إلى البيت المقدس، والنبي صلى الله عليه وسلم في ليلة يذهب ويرجع، أتصدق هذا؟ إنا جمل تنان ورب من قاذبات ودرس ملس يا الله ملكتنيا بعندك الذي يصدر الشم الطوية ليورا إيه نونة بله تقبل الله. قال إذا قال هذا فقد صدق، ومن هذا اليوم سمي بالصديق رضي الله عنه.
አቡበከር ሲዲቅ ምን ሲሉ መልሰጡ ይህን ሹብሃላ ቀረቡላቸው ብሎት ከሆነ እውነት ነው። ከዛ ቀን ጀምሮ አቡበከር ሲዲቅ የሚባለው ስያሜ ተሰጣቸው። الصديق رضي الله عنه ثبتت خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. أبو بكر الصديق كان بياتين قتلوا مري نتاتشو نا خليفة نتاتشو لأمة ومري مولاتشو بقرآن بحديث بمسلموات باند دمتي على خلافة. فمن معتقد أهل السنة والجماعة أننا نؤمن أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم أجمعين. يا أهل السنة والجماعة كمنهجاتنا تعقيداتنا ومبادئ هنا كنبياتنا بعلى أبو بكر الصديق قتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه فما قتل عثمان بن عفان فما قتل علي بن أبي طالب لما هناتشو أهل السنة والجماعة اسمامان. من طعن في خلافة واحد من هؤلاء الأربعة يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى فهو أضل من حمار أهله، يعني ظالم ظل، نسأل العافية والسلام. لا يمكن أن نشكك في خلافة واحد من هؤلاء الأربعة بهذا الترتيب. نعم. بالنبي مرنت يتا يزلفاتشو ويميوكساتشو ويميماتشو كالا أهيا كالا كراسو هيا يتساسات مهايم ددنوا بلو إمام أحمد بلوان.